عشرات آلاف الأذنات والتصاريح أعطاها المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان لعدد من اللبنانيين من أجل بناء شقق سكنية وإضافة طوابق فوق الطابق الأساسي في معظم قرى الريف والبلدات اللبنانية لضرورة تسيير أمور المواطنين والحد من الهجرة الريفية. ارتبطت عبارة أذنات المدير بحجة مساعدة الناس، ولكن للمفارقة كانت هذه الخدمة تستفحل قبيل كل انتخابات نيابية، حيث ينظم المدير العام جداول اسمية بأسماء الأشخاص الذين يصرح لهم بإشادة أبنية دون ترخيص قانوني ليتم الإعاز إلى أميري القطاعات الإقليمية لعدم التعرض لهم أثناء تنفيذ هذه الأعمال. هذه نحن بنسميها مش رخص بناء ولا تصريح بناء، أنا بطلق عليها تصريح بمخالفة البناء. التصريح بالبناء يجب أن يعتمد على قانون البناء، لأنه بقانون البناء مذكورة اسم التصريح بالبناء، إنما لا يذكر أبداً هذه الرخصة اللي بيمنحوها وزارة الداخلية عند كل موسم انتخابي لأجل أمور خاصة بتشكل خطر جداً على السلام العامة. القانون اللي بيأخذ مجراه بالطرق السليمة والقانونية بمجلس النواب ويبحثوا كل العالم بدون يوجد في نقابة المهندسين والنقابات الأخرى بحافظ على السلام العامة، وبالتالي هذا القانون اللي بيصدر لازم نلتزم فيه لأنه هذا الوحيد اللي بحافظ علينا. أما القرارات الثانية العشوائية فهي بتشكل خطر على السلام العامة. هذه معظم هذه الأبنية أنشئت إما مفردة أو أنشئت بناء فوق بناء فوق بناء. آخر مرة وصلنا لأربع طوابق سامحوا فيهم طابق فوق طابق فوق طابق، وبالتالي بالأساس أول طابق أعطي على أساس أنه واحد محتاج ما قادر يسكن عطى طابق، فبالتالي تصور هذا اللي مش قادر يشتغل يعني قدر يعمر طابق، يلا يقدر يعمره الطابق، مش حيكون مجهز أساساته لا تحمل طابق ثاني ولا ثالث ولا طابق رابع. ساهمت هذه القرارات العشوائية كلها في زيادة الخطر والتأثير السلبي على السلامة العامة، وبالتالي سقطت حجة مساعدة الناس، لأن الأذى سيلاحق المخالفين عند كل منعطف أو هزة أرضية أو ربما زلزال لا قدر الله. مئات آلاف المباني والشقق السكنية بنيت بأمر إداري من دون المرور بالتنظيم المدني وأشراف نقابتي المهندسين في بيروت أو الشمال للحفاظ على عامل الأمان، وبنيت من دون مراسيم وقوانين إلزامية تراعي الزلازل، فهي أشبه اليوم بقنابل موقوتة لا أحد يعلم متى تنفجر وتسقط فوق رؤوس قاطنيها. واللي حصل من زلازل شفناها نحن بمحيطنا بتركيا وسوريا للأسف يعني حصلت عشرات آلاف الأبرياء، والآتي أعظم. نحن الله استطرنا ونجينا، كنا بعاد عن هذا الموضوع، وإلا كانت كارثة عنا أكبر لو نحن حصل هذا الزلزال عندنا في لبنان، وعندنا تجمعات سكنية جدا جدا خطيرة. نسأل الله أنه يعني يبعد عنا هيك يعني هيك آفات، أنه لا يمكن حدا يتوقع أمتى بصير الزلزال، لأنه هذه حركة بباطن الأرض على مستوى بين 70 ل 130 140 كيلو متر أسفل باطن الأرض، والإنسان ما قدر ينزل بباطن الأرض أكثر من 6 كيلو متر بالحد الأقصى. قديش بصير عندنا دمار؟ كل بناء، أنا برأيي كل بناء لا يوجد به مهندس مصمم ومشرف، حياة هالمباني خطرة كثير. يعني ما في بعد أي حساب إلى أو إعادة دراسة إلى أداب بتحمل على مقياس ريختر 5، 5.5، 6. كل الأبنية اللي خسرت عامل الأمان اللي إلها هي أبنية معرضة للخطر الشديد. فكل واحد صار بيعرف بنيته وبيعرف بيته وانا عشو عم بحكي. بأكد لك ايه في بعض المباني بلبنان اذا تعرضت لهزات عاليه ستسقط مثل البسكوت، واقل من زلزال تركيا. مش ضروري نوصل لثمانيه، في محلات في ناس نوصل لسبعه ولا لسته. في مباني كثير منيحه ونسبتها جدا عاليه عشان ما يخافوا الناس، هي مباني جيده لانه صار فيها كنترول من نقابه المهندسين وفي منها خاضعه للتدقيق الفني الالزامي. أعلنها وزير الداخلية بسام المولوي حالة طوارئ عقب زلزال تركيا المدمر، وطلب من البلديات أن تقوم بعمل إحصائي وتقيم وضع المباني على كامل الأراضي اللبنانية. المطلوب اليوم أن تتحرك الجهات المعنية من قوى أمن ووزارات وبلديات قبل وقوع الكارثة وليس بعدها، فنعالج بالتالي الأسباب الأساسية التي أدت إلى وقوع الحادثة وليس النتائج الكارثية الناجمة عنها. فهل تتحرك الجهات المعنية قبل الكارثة أم تستمر في تكديس القنابل الموقوتة؟ والآن يبقى السؤال لكم أيها المشاهدون،
ماذا لو حدث زلزال بنفس قوة زلزال تركيا لا سمح الله؟ كم مبنى سيبقى صامدا برأيكم؟ شاركونا تعليقاتكم.